السلام عليكم. رفض رئاسي معلن لخطة ولد الشيخ التي تم تقديمها بخصوص حل الأزمة اليمنية على ضوء القرار الأممي الذي جاء في مضمونه إسقاط الانقلاب الذي اختطف الدولة والشرعية. خطة ولد الشيخ المدفوعة من قبل أطراف دولية بعينها تظهر على السطح متناقضة تماماً مع خطته المقدمة في مشاورات الكويت، وكذلك انقلابها على المرجعيات الأساسية التي تم التفاوض حولها وفي مقدمتها القرار 2216. من خلال مضامين تلك الخطة يبدو أن الجانب الأخطر فيها هو مكافأة العملية المسلحة التي انقلبت على عملية سياسية سلمية أنتجتها ثورة الشباب ابتداء بالمبادرة الخليجية وصولا إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني. يقول مراقبون إن ولد الشيخ يستكمل خطى سلفه بن عمر من خلال توقيع السلم والشراكة تحت ضغط سلاح الانقلاب دون ما تنفيذ الملحق الأمني الخاص بذلك الاتفاق الذي شكل غطاء لاجتياح البلاد. وعلى صعيد الأثر المستقبلي على السلم الاجتماعي، فالخطة تغري كافة الأشكال مستقبلا للعمل المسلح بدلا من العمل السياسي والاحتكام للعنف وأدواته بدلا من السياسة وأدواتها. وبحسب متابعين فإن مبادرة ولد الشيخ تعكس رغبة أطراف دولية بعينها للدفع بحكم الميليشيا الطائفية والانقلاب على شرعية الدولة الوطنية. وهنا نتساءل، هل يشكل موقف الرئاسة اليمنية من خطة ولد الشيخ مسارا جديدا للأحداث في بلادنا؟ وما مخاطر تحايل الأطراف الدولية والمبعوث الأممي على المرجعيات الأساسية والقرار الأممي؟ إذن مشاهدينا الكرام، حول موقف الرئاسة اليمنية من خطة ولد الشيخ ستكون حلقة المساء لهذه الليلة. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. الرئيس هادي يتخذ موقفا متحصنا أمام ولد الشيخ والمجتمع الدولي برمته، رافضا خطة السلام التي حملها المبعوث الأممي باعتبارها بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليست خارطة سلام. هادي في لقائه بولد الشيخ ذكر بموقف الشرعية التي طالما تعاطت بإيجابية مع الرؤى التي يقدمها المبعوث ذاته في الجولات السابقة، رغم عدم شموليتها وانسجامها مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. موقف الرئيس هادي هذه المرة جاء على غير هوى الأطراف الدولية التي ربما تريد أن تظل الميليشيا عصا طويلة ممتدة نحو الخليج لمآرب كثيرة كما يرى مراقبون. فخطة السلام الأممية الجديدة من وجهة نظر هادي بمثابة مكافأة للانقلابيين وتعاقب في الوقت ذاته الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزلة والأطفال والنساء. ومن الواضح أن الأطراف الدولية قد رمت بالقرار الدولي عرض الحائط، وهو القرار الذي جاء لتثبيت الشرعية واستعادة الدولة ووضع حد للانقلاب كما تنص بنود القرار ومضامينه، وهو ما بدا منسجما مع الخطة الأممية التي جاءت على الضد من القرارات الدولية والمرجعيات الأساسية من خلال مضمون يهدف إلى تثبيت الانقلاب وإسقاط شرعية الدولة. وبحسب متابعين للخطة السياسية الراهنة، فإن من الطبيعي أن يرفض هادي مبادرة المبعوث الأممي في مثل هذا التوقيت، فسلطة صنعاء في هاوية كما تقول المؤشرات العسكرية، خصوصا مع تعالي أصوات الاحتجاجات التي تعالت إزاء إحجام سلطة الميليشيا دفع رواتب الموظفين الخاضعين لسلطتها. وأن أي مبادرات في مثل هذا التوقيت بمثابة إنقاذ لهذه السلطة وتحايل على إصرار اليمنيين في إنقاذ ما تبقى من الدولة من خلال استعادتها وإسقاط الانقلاب. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ جمال المليكي الإعلامي والباحث. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ جمال، وأنت ضيف في هذه الحلقة، وأيضا سينضم معنا آخرون عبر الهاتف. بداية، لو بدأنا بالحديث عن مضامين خطة ولد الشيخ التي قدمها للرئيس هادي وتم تأكيد رفضها، كيف تقرأ تلك المضامين؟ إن كنت قد سمعت السؤال جيدا، فما وصلني هو كيف تعامل هادي، كيف كان تعامل هادي أو رفض هذه لمبادرة ولد الشيخ. لا، بداية القراءة الأولى للخطة التي أو مضامين الخطة التي قدمها ولد الشيخ. معلش لو تعيد السؤال مرة أخرى.
ما قراءتك الأولية أستاذ جمال لمضامين خطة ولد الشيخ التي قدمها للرئيس هادي وتم رفضها؟ مضمون ومحتوى هذه المبادرة يؤكد لنا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة للأسف الشديد وبشكل غريب لا تقرأ ما يحدث في اليمن القراءة الصحيحة والقراءة الموضوعية. نحن أمام ميليشيات مسلحة انطلقت من أقصى الشمال حتى وصلت إلى جنوب اليمن وارتكبت في طريقها جرائم الحرب الجريمة تلو أخرى. هذه الميليشيات بالمناسبة نحن بحاجة أن نذكر ربما المجتمع الدولي ونذكر الأمم المتحدة أن المجتمع اليمني ثم المؤسسات السياسية والأحزاب السياسية المعتبرة في البلد ثم المؤسسات الرسمية لم يكن لديها مشكلة في أن تكون جماعة الحوثي مكون سياسي. نعم. المجتمع اليمني اختبر في ذلك في ثورة 2011 عندما رحب بالحوثيين في بيادين الثورة، واختبرت القوى السياسية في مؤتمر الحوار، واختبرت المؤسسات الرسمية عندما قبلت بجماعة الحوثي وأعطتها من المقاعد ما يساوي مقاعد الأحزاب العريقة في البلد، ثم حتى بعد أن اجتاحت صنعاء كان هناك ما يشبه غض الطرف عن كل تلك الجرائم والبدء بعملية سياسية بما كان يسمى بين قوسين بالسلم والشراكة. إذا نعم. نحن أمام جماعة أثبتت هي للعالم، لا يحتاج الأمر إلى تحليل ولا يحتاج الأمر إلى توثيق، هي من أثبتت بتحركاتها على الأرض أنها لا ترغب أن تكون مكون سياسي، تريد أن تتحكم بالمشهد السياسي برمته، تريد أن تكون المرجع الأساسي لليمن، وهذا ما لن يقبله اليمني لأن هذا يأتي بفرض بالقوة وبالقهر، والمجتمع واللحظة الراهنة لا تقبل هذا النمط من الفعل. إذا قرأت الأمم المتحدة المشهد في اليمن على هذا النحو، من المفترض أن تكون المبادرات تتناسب مع هذا المنطق ومع هذا النمط. الذي حدث أن جماعة الحوثي أحدثت شرخا اجتماعيا حقيقيا، هذا الشرخ الاجتماعي هو الذي أوجد الحالة التي نحن فيها، الحرب التي اختارها الحوثيون وميليشيات صالح هي التي اختارت الوضع الحالي، هذا الوضع الحالي حتى ننتقل إلى عملية سياسية ونوقف الحرب لابد من مقدمات منطقية، تجاهل هذا الوضع وتجاهل هذه المقدمات لن يكون إلا ما سر هذا التجاهل برأيك أستاذ جمال؟ هناك تدليل مفرط لاحظنا منذ مؤتمر الحوار كما تفضلت يستمر يعني تباعا وربما بشكل أسوأ يوما بعد يوم. نعم للأسف الشديد هي الأمم المتحدة بحاجة، لأنه نحن الآن نريد أن نقول شيء واضح حتى تبدو، يعني نحاول أن نوضح الصورة الغريبة، لماذا يتم التعامل مع ميليشيات مسلحة بهذا الشكل؟ نحن نريد التالي، نريد أن يكون هناك معالجة لهذا الشرخ الاجتماعي، معالجة لآثار هذه الحرب التي لم تبقي بيتا ولم تبقي دارا إلا ومسته. هذه الحرب عندما تأتي إلى مجتمع قد مورس ضده كل هذه الانتهاكات وتطلب منه ان يتعامل مع هذه الجماعه بالشكل الذي تطرحه هذه المبادره، هذا شيء يتجاوز المنطق، وبالتالي يضعنا كباحثين ان نضع سؤال: هل تعجز الامم المتحده ان تقرا واقع المجتمعات كما ينبغي؟ هل تعجز ان توجد حلولا متناسبه ومتناغمه مع ما حدث في اليمن؟ هذه اشكاليه كبيره جدا، نحن بحاجه الى توليد حلول مختلفه تجعل التعامل مع الواقع في اليمن كما هو لا كما تريد بعض الأطراف أو كما تريد أن تفرض على اليمنيين بعض القوى الإقليمية والدولية. نعم أستاذ جمال، يعني برأيك ما هي أسباب تحول خطة ولد الشيخ من يعني التي قدمت من مشاورات الكويت إلى خطته الحالية والتي ربما هي تشكل انقلابا إضافيا على المرجعيات الأساسية؟ يبدو هناك مشكلة في الصوت، معلش لو تعيد السؤال. نعم أستاذ جمال، سأحاول أن أرفع صوتي أكثر، برأيك لماذا تأخرت أو لماذا تغيرت خطة ولد الشيخ؟ يعني هناك خطة قدمت في مشاورات الكويت تم الانقلاب عليها وربما على المرجعيات الأساسية جميعها وقدمت خطة مختلفة تماما، لماذا؟ هو يبدو أنه الموافقة أو ربما عندما أبدت الشرعية والحكومة ووفد الشرعية هذا القدر من القبول بالمبادرات السابقة رغم أخطائها ورغم عيوبها، يبدو أن كان هناك رغبة بجس النبض أو رغبة بفرض شروط يعني تميل إلى كفة الانقلاب. ربما هذا إما أن نعبر عنه أنه عجز للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن تقنع الميليشيا باعتبار أن الميليشيا يعني للأسف الشديد هي التي إذا شئنا أن نقول أهانت المجتمع الدولي وأهانت فكرة حتى الأمم المتحدة لا. وضربت بكل القرارات عرض الحائط،
للاسف الشديد يبدو ان جماعه ان المجتمع الدولي والامم المتحده تريد ان ترسي، لانه هذا النمط من التعامل للاسف الشديد يجعل ثقافه الميليشيات تنتشر على نعم. حسب سأعود إليك أستاذ جمال عند هذه النقطة، اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، اهلا بك معنا استاذ راجح. بدايه حدثنا اكثر عن الموقف الرئاسي الذي يعني رفض خطه ولد الشيخ التي حملت في مضمونها ربما انقلاب على المرجعيات الاساسيه. اولا احب ان اوضح شيء، انه الموقف اليوم هو ليس موقف مؤسسه الرئاسه فقط، نعم، انما هو موقف مؤسسه الرئاسه والحكومه والقوى السياسيه، ولعلكم تابعتم خلال الأيام القليلة الماضية منذ تسريب مشروع الرؤية للسيد إسماعيل ولد الشيخ من قبل إعلام الانقلابيين داخل صنعاء. المواقف الرافضة سواء من الأحزاب السياسية، من القوى والشخصيات الاجتماعية، هناك رفض سياسي ومجتمعي لهذه الرؤية التي للأسف الشديد يعني جاءت يعني مخالفة يعني جوهرا ومضمونا للمرجعيات الثلاثه التي تم التوافق عليها قبل جنيف 1 ان تكون هي المرجعيات الوحيده والاساسيه للمشاورات، وهي نعم. المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه، قرارات مجلس الامن خاصه 2216، مخرجات الحوار الوطني، لكن ما يعني ما جاء في هذه الرؤيه لا ليس فقط يستند على هذه المرجعيات، انما يناقضها ويخالفها نصا وجوهرا وروحا. نعم، لماذا الآن أستاذ راجح يعني يأتي هذا التناقض وتأتي هذه الخطة يعني ربما التي يعني وصفت بأنها مناقضة تماما من المرجعيات الأساسية، لماذا يعني يأتي بها ولد الشيخ، وهل هناك ضغوطات قد تمارس على الحكومة والرئاسة لتنفيذ مثل هذه الخطة؟ نحن بالنسبة لنا موقفنا واضح، وتحدثنا منذ يعني منذ أن بدأت تسرب وتنشر مثل هذه الرؤية، إنه أي رؤية أو أي أفكار أو أي مشاريع للتسوية لا تتفق مع المرجعيات الثلاث فلسنا معنيين بالتعاطي معها. واليوم ما حدث هو تجسيد لهذا الموقف الذي نحن بالنسبة لنا موقف ثابت لن يتغير. نحن فعلا حريصين على السلام، وتعاطينا ايجابيا مع كل الجهود التي قام بها المبعوث الاممي والامم المتحده، وذهبنا الى جنيف 1 وجنيف 2 وذهبنا الى الكويت، وكما تعلمين في الكويت بعد ماراثون طويل من المشاورات استمر اكثر من 70 يوم، كانت هناك رؤيه قدمها السيد اسماعيل ولد الشيخ، وقع عليها وفدنا وفد الشرعيه، رغم انه كانت يعني لدينا اكثر من 12 ملاحظه جوهريه على تلك الرؤيه التي وقعنا عليها. الان المفروض ان نبدا من تلك الرؤيه التي قدمها ولد الشيخ في الكويت ووقع عليها وفدنا، الان نتفاجا برؤيه جديده تتناقض يعني مع كل المرجعيات ولا تؤسس لسلام دائم وشامل في اليمن، انما تحمل بذور يعني حروب مستقبلية وفتن كثيرة في اليمن. إذن بعد هذا الرفض أستاذ راجح يعني من قبل الرئاسة والحكومة وجميع المكونات كما تفضلت من خطة ولد الشيخ، هل نستطيع أن نقول بأننا أمام مسار جديد للأحداث في بلادنا؟ حقيقة الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، طالما وهذه الأفكار تخالف المرجعيات، فعندما تأتي أفكار ورؤية يعني تتوافق مع المرجعيات الاساسيه للحوار نحن سنتعاطى معها بشكل ايجابي، مثل كافه الافكار التي كانت تطرح في السابق ونوافق عليها ونناقشها ونوقع عليها كما حدث في الكويت، وفي الاخير الطرف الاخر هو من رفض كل تلك المساعي التي لها قرابه اكثر من 10 اشهر. نحن الان يبدو ان المبعوث الاممي اراد ان يرضي الطرف الانقلابيين وصار كل مطالبهم في هذه الرؤيه، الان تعاد على المبعوث الاممي ان يعيد النظر في هذه الرؤيه وبما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، حينها سنتعاطى ايجابيا مع هذه الرؤيه ونتناقش ونتشاور حولها، نحن حريصين كل الحرص على السلام وعلى ايقاف هذه الحرب التي فرضت علينا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، للاسف كثير من الناس لا يعرف انه في العالم لا يعرف ان الحرب
فرضت على اليمنيين وأنها لم تبدأ في 26 مارس قبل الماضي عندما انطلقت عاصفة الحزمة. الحرب في اليمن فرضت على اليمنيين عندما خرجت ميليشيات الحوثي من صعدة واتجهت إلى دماج، إلى عمران، إلى صنعاء، إلى عدن، إلى تعز، إلى الضالع، وفرضت الحرب على اليمن. هذه الحرب مفروضة علينا، نحن نخوض حرب دفاعا عن أنفسنا وسنستمر في الدفاع عن أنفسنا، لكننا في نفس الوقت حريصين على سلام يعيد الشرعية ويحقق يعني أمن واستقرار لليمن. دون ذلك نحن يعني نخوض حرب تحرر وطنية، مستعدين أن ندفع في سبيل تحرر الوطن من هذه الميليشيات ومن هؤلاء الانقلابيين يعني الغالي والنفيس. وأعتقد أن التضحيات التي قدمها اليمنيين خلال العامين الماضيين هي تضحيات لا يمكن تجاهلها أو يمكن نسيانها، هي تضحيات عظيمة. الشعب اليمني قدم سيرة رجاله وأبنائه في مواقع الشرف والبطولة، وسيستمر اليمنيين، لكننا حريصين على السلام وعلى المبعوث الأممي أعتقد الآن أن يعي ذلك ويراجع هذه الأفكار التي حاول أن يتقدم بها، وهي لا تضمن سلاما ولا تحقق أمنا لليمن. نعم، إذن راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني هناك رفض ليس فقط من الرئاسة كما تفضل أستاذ راجح بالتوضيح، هناك أيضا رفض من الحكومة من جميع المكونات السياسية والعسكرية أيضا أمام هذا الرفض. يعني هناك أيضا نقطة، يعني أن ربما ولد الشيخ يبحث عن نقطة لإرضاء الميليشيا، لماذا دائما البحث عن هذه نقطة الرضا لكي يعني يصل بها ميليشيا الحوثي؟ يعني ميليشيا الحوثي ربما هي ترفع مطلب يعني أو سقف مطالبها حتى تتوصل إلى أكبر نصيب من الكعكة ربما، وهناك تماشي مع الأمم المتحدة لها، فلماذا؟ هو باعتقادي أنه أراد المبعوث الأممي، وللأسف احنا لدينا تاريخ يعني سيء مع الأمم المتحدة كمجتمع يمني وكباحثين مراقبين لنمط التعامل من جماعة الحوثي مع جماعة الحوثي منذ أن بدأت تتحرك. يعني نحن لا ننسى المفارقة الغريبة التي حتى الآن لم نستطع أن نفهمها، كيف أن جماعات مسلحة تتحرك كل هذا التحرك المسلح بكل هذه البشاعة، ثم كانت الأمم المتحدة لأكثر من مرة تنادي المؤسسات الرسمية والشرعية وما تبقى من الجيش الوطني أن يقف على الحياد. هذا للأسف هو استمرار لنمط غريب أنا شخصيا لا أجد له تفسير دعيني أقول تفسير علمي، تفسير يتوافق مع ما ينبغي أن تكون عليه الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة هي المفروض أن تكون هي المنصة. نعم أستاذ جمال، يعني كل هذا النمط من التعامل. إذا صوتي مسموع؟ نعم الآن مسموع، واضح، تفضل. هذا النمط من التعامل هو يشجع ثقافة الميليشيا. أي معتوه الآن في أي منطقة من الأرض لديه مجموعة من الناس مستعدين أن يحملوا السلاح سوف يفرض أمرا واقعا، ثم تأتي الأمم المتحدة لتتعامل معه وتسمع له وتتبنى. يعني لم يكن كل يبدو أن هناك مشكلة في الصوت جمال. نعم كبير من هذه المطالب. نعم هل تسمعني الآن؟ أسمعك. نعم، إذا هل تعتقد أن للأمر علاقة بلعبة دولية يمثل ولد الشيخ واجهة إعلامية لهذه اللعبة بأن تظل الميليشيا كما تحدث التقرير ربما عصا ممدودة تجاه الخليج أو فزاعة بالنسبة لهم لدول الخليج؟ هو لو أردنا أن ننظر ونوسع النظرة إلى الوضع الإقليمي والوضع الدولي حتى، واضح أن القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمارس ضغوطات معينة لأسباب كثيرة جدا ضد المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، ما يمكن أن يعتبر التقارب الإيراني الأمريكي، كل هذا لا شك أن له أثر واضح على المشهد في اليمن. لكن نحن اليمنيون أثبتوا وقالوا منذ 2011 أنهم قرروا أن يذهبوا نحو المستقبل الذي يرسمه أبناء اليمن. مهما كانت التفاعلات الدولية والإقليمية، المجتمع اليمني قدم صورة حضارية وقدم صمودا أسطوريا أمام هذه الميليشيات. إذن نحن للأسف الشديد العالم
والمجتمع الدولي يضع اليمنيين أمام أن يختاروا أن يواجهوا هذه الميليشيات بما يستطيعون. وحتى آخر لحظة هذا المنطق للأسف الشديد هو الذي يعني يجعلنا نعتبر أو نضع العامل الداخلي هو العامل الأهم، وكما قلنا مرارا أن فرض أمر واقع على الأرض هو الذي سيغير من توجهات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باعتقادي أنه ليس أمام اليمنيين سواء شعبا وحكومة وشرعية إلا أن يقوموا بما من شأنه أن يفرض أمرا واقعا مختلفا. الأمر الواقع هذا له أكثر من بعد، البعد العسكري والبعد الخدماتي للمجتمع والبعد الاقتصادي وكل الأبعاد المختلفة التي تثبت للعالم أننا ماضون في إسقاط هذا الانقلاب، ولن يسمح الشعب اليمني، ولن يسمح كل إنسان يحترم حقوق الإنسان ويحترم الكرامة، مفاهيم الكرامة الإنسانية، أن تأتي ميليشيات وتفرض أمر بالقوة. هذا هو المنطق الذي سيصعد وهذا المنطق الذي سيبقى، وهذه وما يحدث اليوم كما قلنا مرارا أن هذه الجماعة ربما تسيطر فترة من الزمن على جزء من الأرض، لكن هذا المنطق ومنطق هذه الجماعة لا يمكن أن يدوم. هذا هؤلاء وهذا أو هذا المنطق جاء من خارج التاريخ ومن خارج مزاج اللحظة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر. إذا أراد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقرأوا المشهد قراءة تتناسب مع مزاج اللحظة، فهذا من المفترض أن يكون واجبهم وهو المنتظر منهم. إذا اختاروا طريقا آخر غير ذلك فسيعود الأمر أنه أمام اليمنيين حكومة وشعبا أن يصمدوا وأن يواصلوا هذا الكفاح وهذا النضال حتى يستردوا الدولة. نحن لا نريد إلا أن تعود الدولة وأن تعود مؤسسة الدولة، ويصبح الحوثي أو غير الحوثي إذا أراد أن يكون مكونا سياسيا بعد نعم. إذن هناك مشكلة يبدو في التواصل بك أستاذ جمال، سنحاول أن نعود إليك. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وهناك يعني مقتطفات من البيان الذي أصدره مجلس الوزراء، فقد أكد مجلس الوزراء في بيان له دعمه الكامل وتأييده المطلق برفض الرئيس عبد ربه منصور هادي ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وتمثل تراجعا غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة وانتقاصا من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها. وأكد المجلس في بيان اليوم السبت أن قرار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشير أو عن الانقلاب تشرع الانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها. وجدد مجلس الوزراء في بيانه تأكيده لمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. إذا مشاهدينا الكرام، كان ذلك جزء من البيان الذي أصدره مجلس الوزراء. عودة إلى ضيفنا عبر سكايب الأستاذ جمال المليكي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ جمال. أهلا وسهلا. إذا كما تحدثنا أن هناك رفض واسع لمثل هذه الخطة التي تقدم بها ولد الشيخ، وأود أن يعني أن أسألك أستاذ جمال، على ماذا يراهن ولد الشيخ بالذهاب بهذه الخطة التي تفتقر ربما لأدنى المعايير التي يمكن أن توافق عليها الحكومة؟ هناك تناقض تام بين ما تم الاتفاق عليه في مشاورات الكويت وبين ما طرحه الآن ولد الشيخ. هو حتى هناك تعارض حتى مع الاتفاقيات التي بنيت عليها فكرة مرجعية دخول الأمم المتحدة في اليمن. يعني الأمم المتحدة في اليمن لديها مجموعة اتفاقيات كان آخرها القرار الدولي 2016. هذا القرار يعني لا يتم إدخاله أثناء النقاشات، وكأن الأمم المتحدة تصدر هذه القرارات ثم تناقض نفسها، وهذه باعتقادي أنها إشكالية كبيرة تقع فيها الأمم المتحدة، وهي أنها تسقط رمزيتها عندما تصدر القرارات ثم تسمح
لمنطقه الميليشيات ان يتعامل بهذه السخريه مع هذه الاتفاقيات. لذلك نحن امام اشكاليه جوهريه، لا نستطيع ان نتفهم كيف تفكر الامم المتحده عندما تتعامل بهذا النمط مع قراراتها هي نفسها. نعم. إذا أستاذ جمال يعني اسمح لنا فقط يعني ونحن نتحدث عن هذا الرفض الواسع لمثل هذه الخطة أن يعني نعرف أكثر عن رأي المؤسسة العسكرية، وسيكون معنا السيد محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير سيادة اللواء محمد. الخير والعافيه، مرحبا، اهلا بك معنا في المساء اليمني. بدايه انتم في المؤسسه العسكريه، ما هو ردكم حول الخطه التي تقدم بها ولد الشيخ، وكيف يعني ترون موقف الرئاسه منه؟ والله كان ردنا تأييد لبيان الرئاسه، لاجتماع الرئاسه تماما. نعم. انا زي ما تعرفون انه احنا ضحينا بشهداء كثير، ضحت المؤسسه العسكريه، وايش نقول لابناء الشهداء بهذا ان احنا نجي في الاخير نسلمها لحوثيين بهذا الشكل، انقلابين بهذا الشكل. يعني فكانت خطه غير موفقه اللي قدمها، ولن نوافق عليها مطلقا، ولم يوافقوا القاده ولا العسكريين ولا الافراد ولا مطلقا نهائيا. نعم، هل تجد ان الرئاسه ربما تراهن عليكم انتم في الميدان من خلال يعني ان هناك تقدم غير مسبوق هذه المره، هناك سيطره اكثر على مساحات اوسع في الارض، فالان الرئاسه ربما ورئاسه الوزراء هي تراهن على الموقف العسكري من قبلكم؟ أكيد إن شاء الله. طبعا إحنا القيادة السياسية والعسكرية المثلة في خامة الأخ الرئيس ونائبه والحكومة كانوا كلنا كل العسكري حتى نتمنى السلام، لأنه كلنا أخوان، سواء الذي تبعهم الحوثيين أو نحن، فنحن أخوان لا نريد تضحية اليوم، وكنا نحب أن يكون السلام وعلى أساس المرجعيات الثلاث. نعم. المعروفة اللي هي المبادرة الخليجية ومخرجية الحرة الطبية والقرارات الدولية ذات الصلة، ومنها القرار 2216، ولكن في الأخير سيكون الحسم هو الأساس، وإن شاء الله ستسمعوا ما يسركم في الأيام القادمة إن شاء الله. نعم أستاذ، سيادة اللواء يعني هل نستطيع القول أن يعني هناك مضي نحو المسار العسكري أكثر من سياسي، ولو كان يعني غير ما تودون وتحبون؟ أكيد طبعا، إحنا عسكريون خلال القيادة السياسية، ومرأة القيادة السياسية إحنا جاهزين. نعم، برأيك ما مدى مخاطر؟ ولكن اخواننا في الميدان في القوات المسلحه وفي المقاومه يعني مصرين، يعني ساستاء والناس كلهم من الخارطه الذي طبعا احنا لم نطلع عليها، ولكن حسب المعلومات اساءهم كثير، ونحن مع الاجتماع الرئيس الذي التقى مع مستشاريه ونائبه ورئيس الوزراء، نحن نؤيد ما خرج بهذا الاجتماع بكامل يعني بقوه. نعم سيدة اللواء، هل نستطيع القول يعني أو ما هي برأيك مخاطر تحايل الأطراف الدولية والمبعوث الأممي على المرجعيات الأساسية؟ والله هذا لن نرضى بها مطلقا، ولا نرضى بها شعبنا، لأنهم لا يريدوا، إذا كانت بهذا الشكل لا يريدوا لشعبنا المصلحة بهذا الطريقة، لأن احنا نريد أن نعيد بناء اليمن كل الناس ما فيهم الحوثيين، لكن مش بالشكل الذي نسلم لها الدولة، هم يكونوا جزء، ولكن قبل اي شيء يسلموا السلاح ويعيدوا مؤسسه الدوله، يسحبوا مؤسسه الدوله ويعيدوا سلاح البلد، وان نعيش كلنا في ظل دوله امنه مستقره، دوله مؤسسات، دوله نظام قانون، دوله اتحاديه تنعم بالمواطنه المستويه بين ابناء الشعب اليمني بكامله. نعم، اذا شكرا جزيلا لك اللواء ركن محمد المقدشي رئيس هيئه الاركان العامه، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عوده اليك استاذ جمال، برايك استاذ جمال هل تمثل جوله ولد الشيخ اخر خيوط فقدان الثقه بالجهود الامميه بعد ما فعله بن عمر؟ عفوا لم اسمع السؤال. نعم استاذ جمال سارفع صوتي اكثر، برايك هل تمثل جوله ولد الشيخ هذه المره هي فقدان الثقه بين الامم المتحده والشرعيه، خاصه بعد ما فعله سلف ولد الشيخ بن عمر؟ وانا باعتقادي لابد ان تتواصل المحاولات وان يتواصل، دعيني اقول، اعاده تعريف المشهد في اليمن من قبل اعلام الحرب، سواء اعلام الحرب في التحالف او اعلام الشرعية. نحن بحاجة أن نخاطب الرأي العام العالمي، الرأي العام الغربي، نحن بحاجة إلى غرفة عمليات توجه وتدبب السهم في هذا الاتجاه،
من الواضح جدا ان هناك اشكاليه في تعريف، عندما نطالع الاعلام الغربي على سبيل المثال كيف يعرف المشهد في اليمن، كثير من منصات الاعلام الغربيه ترى ان ما يحدث في اليمن هو ان هناك دوله اسمها السعوديه قد قامت بغزو اليمن، هكذا يختزلون المشهد، ويبدو ان هذه الصوره وراءها لوبيات محدده تساهم في انتشار هذه الصوره. ولكن الامر ليس بخافي على الامم المتحده استاذ جمال، يعني اذا كان المنظمات الانسانيه ربما ضللت او لم تصلها الصوره بالطريقه الصحيحه، لكن الامم المتحده مطلعه تماما على ما يجري. دعونا نتحدث بصراحه، الامم المتحده في النهايه ليست تشتغل بمنطقة فراغ، هي تتعرض لضغوط من الدول التي تعتبر نفسها هي المستفيدة الأولى. يعني نحن إذا أردنا أن نتحدث بشكل يعني واضح، الأمم المتحدة في النهاية هي تستخدم بسبب، دعيني أقول سبب الهيكلية التي لم تعد صالحة حتى لموضوع الأمم المتحدة ولمجلس الأمن وللمنظومة برمتها. لذلك نحن أمام مؤسسة لا تعمل في فراغ ولا تعمل بحياد مطلق، هي تتعرض لضغوطات. هل نستطيع القول أن اجتماعات لندن أثرت على موقف الأمم المتحدة من خلال رؤية ولد الشيخ الأخيرة؟ مرة أخرى لو سمحتي، هل نستطيع القول أستاذ جمال أن اجتماعات لندن ربما أثرت بطريقة أو بأخرى على موقف الأمم المتحدة من خلال خطة ولد الشيخ الأخيرة؟ بلا شك أن هناك تحركات معينة، سواء لا ننسى أنه علي عبد الله صالح ما زال حتى هذه اللحظة يحاول ويستبيد في أن يستثمر علاقات 33 سنة، هناك حكم اليمن 33 سنة لديه علاقات على مستوى العالم، لا زال يستثمر بعضها بشكل أو بآخر. ميليشيات الحوثي لديها بعض الشخصيات ولديها دول تعمل من أجلها وتعمل من أن تسوق لها، ولديها مستشارين على مستوى دولي وإقليمي ربما يساهمون في وضع صورة معينة وتجميل صورتها لدى العالم. في المقابل، دعونا نركز على هذه النقطة، في المقابل لا الشرعية للأسف الشديد ولا إعلام الحرب الخاص بالتحالف يستهدف هذه النقطة بشكل كافي، ليس هناك عمل كافي في هذا الاتجاه، ونحن في جزء مما يعني في جزء من المشكلة هو أنه ليس هناك في جزء من المشكلة ليس هناك توجه حقيقي في مخاطبة الرأي العام الذي يساهم في صناعة لوبيات. هل الرأي العام أستاذ جمال، نعم، هل الرأي العام هو الذي يشكل الرأي وإنما مصالح هذه الدول؟ عندما نقول تشكيل رأي عام بالتالي يكون موجه باتجاه مطابخ القرار وباتجاه مناطق التأثير، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في أروقة الصحف العالمية التي تستقي منها هذه المنظمات معلوماتها. يعني في النهاية إذا تم توجه في هذا الاتجاه، يستطيع غرفة العمليات الإعلامية إذا جاز التعبير أن نسميها أن تحدد أين توجه هدفها وما هي الشريحة المستهدفة. لكن حسب متابعتنا لا نشعر أن هناك أي توجه في هذا الاتجاه، اتجاه صناعة إعلام وتعريف ما يحدث في اليمن، التعريف الحقيقي والموضوعي. أنا شخصيا لدي تجربة، كيف تواصل معي حتى دكاترة الجامعات عندما ترجم فيلم خيوط اللعبة إلى اللغة الإنجليزية، احتفى يعني في أحد المدرسين في جامعة جوبتا وقال لي نحن لا نجد مادة واحدة نستطيع أن نشرح بها للطلاب ماذا يحدث في اليمن. يعني فيلم واحد استطاع ان يعني يحدث هذا التجاوب، دليل هذا دليل كبير، وهذا اسفني جدا انه هناك من الندره بالماده الصوريه والماده الاعلاميه التي تعرف المشهد في اليمن، ليس هناك ماده كافيه، وبالتالي هذا ما نحصده. اذا هذا تقصير من قبل الشرعيه استاذ جمال، لا تستطيع ان تصل او ان توصل صوتها بالطريقه الصحيحه او التي يجب ان تكون عليها امام المجتمع الدولي، فبالتالي هي تنتظر من المجتمع الدولي تعاطفا منها والصوره بالنسبه له مشوشه. هو باعتقادي اذا كنت سمعت السؤال، ما نحتاجه هو بالتحديد جهاز اعلامي متخصص يستهدف هذه النقطه بالذات. هذا حتى هذه اللحظة لا زال غائبا على مستويين، على مستوى الشرعية وعلى مستوى التحالف من باب أولى، لأن السعودية على سبيل المثال مستهدفة استهداف إعلامي كبير، ونحن لا نجد أن هناك مواجهة لهذا الاستهداف، والملف اليمني هو داخل بهذه العملية بشكل أو بآخر. إذا هاتين الجبهتين، جبهة إعلام الشرعية الذي من المفترض أن يكون هناك إعلام
يعني موجه وشبه مستقل حتى عن اعلام التحالف ليخاطب العالم، ثم اعلام التحالف لابد ان يكون اعلاما موجها بهذا الاتجاه. اذا حدث هذا ربما يغير جزء من دعني اقول حركه اللوبيات التي تصنع مثل هذه القرارات، لانه في النهايه نحن نعرف كيف تعمل الامم المتحده، ليس ولد الشيخ هو من يجلس على كرسي وبحوله مستشارين ليكتبوا مثل هذه القرارات، هذه القرارات تاتي يعني استجابه لعمليات متداخله ولضغوطات من هنا وهناك. نعم أستاذ جمال، ولكن لو عدنا لمسألة رفض الرئاسة لهذه الخطة، على ماذا يتكئ الرئيس هادي وأيضا الحكومة في هذا الرفض؟ هل فعلا يتكئون على التقدم الذي أحدثته المؤسسة العسكرية في الميدان؟ هناك تقدم حقيقي على الأرض، لا تنسوا أن هناك الآن جبهات تعمل هذه اللحظة، وقبل أيام بدأت جبهات حقيقية في صعدة، بمعنى أنه استطاعت المقاومة واستطاع الجيش المؤيد للشرعية أن يصل إلى أسوار صعدة. هذا تقدم على المستوى العسكري، تقدم حقيقي، وعلى المستوى الرمزي له رمزيته. عندما يسمع المقاتل في جبهات في جبهات الحوثيين وصالح في كل المناطق أن المقاومة أصبحت داخل صعدة، هذا بلا شك يؤثر عليهم معنويا. التقدم الذي يحدث في رهن، الصمود الذي الاسطول الذي تشكله مقاومه تعز اليوم وما سمعناه في منطقه الصلو، كل هذه الاحداث لا شك انها تشكل دعما حقيقيا لموقف الشرعيه، وبكل الاحوال لابد ان تتجه الشرعيه باتجاه مستقل بعيدا عن كل التحركات الدبلوماسيه، ان تتجه اتجاه حقيقي وتكثف تحركاتها نحو الداخل. اكرر للاسف الشديد. نعم، لكن استاذ جمال، نعم هناك ضغوط تمارس على الشرعية والجميع يعيها، ربما ضغوط قبل حتى حدوث الانقلاب، يعني ربما أنت أكثر شخص مطلع على هذه النقاط بحكم العمل الذي قدمته، ولكن حتى الآن أيضا هناك ضغوط دولية تمارس على السعودية، على الرئاسة، على جميع الأطراف. ربما هل تتوقع أن يعني تنجح هذه الضغوط في يعني أن تقبل الشرعية باتفاق ربما أعرج؟ دعيني أقول أنه عندما ننظر لمشهد مثل المشهد اليمني، النظر إليه من زاوية واحدة وهي زاوية الضغوط الدبلوماسية أو الضغوط السياسية الدولية فقط، ربما نقرأ قراءة منقوصة. لو حدث شيء من هذا، هذا لن تكون له أرجل ليمشي بها على الأرض، سيكون اتفاق منزوع، اتفاق نخبوي لا علاقة له بالشارع. المجتمع اليمني بكل مكوناته بكل تمثلاته لن يقبل هذا النمط من الفعل. ما فعلته جماعة الحوثي أنها أهانت الإنسان اليمني، أهانت كرامته. ليس هناك يمني يقبل أن تهان كرامته، اليمنيون على مر التاريخ أثبتوا ذلك، وإن كان هناك لحظة من لحظات الصدمة ولحظة من لحظات الانتفاشة الحوثية التي استطاعت أن تنتشر هذا الانتشار، لكن أثبت التاريخ ونحن لدينا تاريخ متراكم أنه اليمني لن يقبل هذا الشكل من الحكم، لن يقبل أن يفرض عليه فكرة بقوة السلاح، وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يقرأ هذه النقطة قراءة صحيحة. لو حدث شيء من هذا أو حدث أن هناك اتفاق أعرج لن يكون ممثلا على الأرض، سوف تستمر الحرب بشكل أو بآخر، وهذا شيء يؤسفنا جدا، ستستمر المناوئة الحوثي بشكل أو بآخر. لا يمكن أن يقبل المجتمع اليمني بهذا الشكل من الفعل، بهذا الشكل من الحكم الذي يأتي بضغوطات خارجية وبقهر داخلي. نعم أستاذ جمال، يعني هنالك من يطرح أن طالما والمجتمع الدولي لم يستطع أن يفرض على الميليشيا قرار 22/16، فبالتالي الحكومة أيضا والشرعية ليست ملزمة بأي خطة تقدمها أو خارطة يقدمها المجتمع الدولي. هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ نعم، الخارطة الحقيقية والمجتمع الدولي لم يفهم إلا شيئا واحدا، هو أن تستطيع الشرعية أن ترتب أوراقها بشكل أكثر، دعيني أقول أكثر دقة، أن تجاوب على أسئلة الداخل بشكل أو بآخر. على سبيل المثال الجانب الاقتصادي، إذا استطاعت مثلا على سبيل المثال الشرعية أن توجد حلا لموضوع الرواتب سواء في المناطق المحررة أو حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين، هذه الإجابات على أسئلة الداخل هي التي ستصنع واقع مختلف، بالإضافة إلى الجانب العسكري طبعا، ستصنع واقعا مختلفا. هذا الواقع المختلف هو الذي سيجعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يضع حلا يتناسب
مع فكرة الدولة ومع فكرة الشرعية. نعم، هل تتوقع أستاذ جمال بهذا الرفض أن تدخل البلاد مسارا جديدا أو مسارا سياسيا مختلفا عن السابق؟ أنا باعتقادي أنها ستستمر الجولات الدبلوماسية والتفاوض، ستستمر في خط، ثم تستمر المقاومة والجيش وأشكال المقاومة لهذه الميليشيات بخط موازي. لن يحدث شيء أو تغير حقيقي. إلى متى أستاذ جمال يعني الكرة في ملعب من هذه يعني الفترة؟ الكرة في ملعب الأمم المتحدة بالتأكيد. لماذا؟ لأنها بيدها قرارات، بيدها قدرة على فرض حل على جماعة الحوثي. الحكومة الشرعية ووفد الشرعية أثبت أنه على قدر من المسؤولية وأنه يقدم مصلحة الشعب، بينما هناك فئة أخرى هي جماعة الحوثي وميليشيا صالح تفكر بعقلية العصابة. هل تعجز الأمم المتحدة؟ فلتقول هذا للعالم، تقول نحن عاجزون على التعامل مع ميليشيات وعصابات مسلحة وتجعل وترفع. لكن أستاذ جمال يعني ما زالت تتعامل معها كطرف سياسي، لم تتعامل معها بعد كميليشيا، وإلا منذ متى والأمم المتحدة تعترف بميليشيا تختطف الدولة عسكريا بهذا الشكل يعني الممجوج؟ يا أستاذ جمال يعني هناك دولة اختطفت عسكريا، هناك من يقول بأنها لابد أن تعاد عسكريا. هو هذا المنطق للأسف الشديد، يبدو أن هذا المنطق هو الذي سيبقى وهو الذي سيصمد مع رغبتنا أن تكون هناك حلول تخرج بأقل الخسائر. لكن هناك منطق عاطفي يقول لابد من إيقاف الحرب، لكن هناك منطق تتناغم به العاطفة والعقل. أيوة نحن نريد أن تقف هذه الحرب، لكن هناك فرق كبير بين أن تؤجل بحل أعرج، وبالتالي كما حدث في 2011 كان هناك حل، فقط رغم الحصار لعلي عبد الله صالح أنتج لنا هذا المشهد الدموي. وبالتالي إذا كان هناك اتفاق سيكون بداخله لغم ربما أكثر سوءا من حصارة علي عبد الله صالح، وبالتالي ستؤجل الحرب ثم تعود الحرب مرة أخرى وبشكل أبشع. نحن نريد بشكل عاقل ومنطقي بأن يكون هناك حل ينهي الحرب لا يؤجلها. نعم، إذن أستاذ جمال يعني في ظل كل المعطيات التي لدينا، انقلاب ربما يصر على وجوده وعلى بقائه بهذا الشكل، شرعية ترفض هذا الوجود والتقاسم معه، أمم متحدة غير قادرة على أن تفرض قراراتها وربما تحاول الخروج عن هذه القرارات، برأيك إلى أين تمضي الأزمة اليمنية بهذا الشكل؟ أستاذ جمال ما زلت معي؟ لم أسمع سؤال. نعم أعيده بصورة أسرع. أستاذ جمال في ظل المعطيات التي لدينا، إلى أين تمضي الأزمة اليمنية برأيك؟ إن كنت قد سمعت جيدا، أنا باعتقادي أنه إذا كنا نتحدث عن إلى ماذا ستؤول المشهد في اليمن، المشهد في اليمن كما قلت أنه أثبت هناك، دعيني أقول، مقدمات منطقية. المقدمة المنطقية هذه إما أن نصنعها نحن وإما لم تصنع، بمعنى أن المجتمع اليمني عليه أن يتحمل مسؤوليته بأكثر من جانب، الحكومة الشرعية عليها أن تقوم بواجبها. إذا حدث هذا بالشكل الصحيح سوف ننتج واقع جديد سيكون مقدمة لتفاوض مختلف كليا. أما إذا استمر الوضع على ما نحن عليه فسوف تستمر الأمم المتحدة بهذه التحركات المريبة والتحركات التي ربما تخدم الانقلاب أكثر مما توقفه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي الإعلامي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. شكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.